مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده واسبوع جديد، وهنا العاصمه باخر اسبوع والايام الاخيره من 2017، يعني يفضل لنا لحد يوم السبت المقبل يكون اخر ايام 2017 قبل طبعا يوم 31 يوم راس السنه. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجايه تكون سنه جميلة على الناس. أنا عارفة أن السنة دي كانت سنة صعبة وشاقة، والمواطن المصري تحمل كثيرا، لكن نتمنى والأرقام الحقيقة بتقول أن إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة أفضل. الوضع الاقتصادي توقعاتنا ليه شكل أفضل، محتاجين طبعا أن احنا نعمل في إطارات مختلفة. العام القادم هو عام انتخابات الرئاسة حوالي إبريل 2018، يعني عندنا قضايا كتيرة. طول هذا الأسبوع هنتكلم عن حصاد السنة، كل يوم هنتكلم عن قضية بعينها، سواء الوضع الاقتصادي، هل أحوال المواطن في العام المقبل، الإرهاب، المنطقة والإقليم. هيكون معنا استطلاعات رأي حصريا لهنا العاصمة، يعني عندنا عدد كبير من كمان من المحللين هيكونوا معنا طوال هذا الأسبوع. والنهاردة فقرتنا 4+1 هنتكلم فيها عن أهم 5 أسئلة شغلت الرأي العام المصري، ليس فقط في الأسبوع الماضي ولكن أيضا في العام الماضي أو هذا العام في 2017. أهم 5 أسئلة شغلت الرأي العام المصري في 2017، ده النهاردة كلامنا في 4+1. لكن خلونا نبدأ بالأخبار. النهاردة الرئيس كان عنده عدد من الافتتاحات المهمة، كوبريين يعني مهمين، والأهم أيضا نفق. ابتدينا نشوف الأنفاق اللي تحت قناة السويس، هذه الأنفاق المفروض أنها 4 أنفاق. النهاردة يعني بنشوف العمل تقريبا شبه انتهى في أحد هذه الأنفاق، اللي هي أنفاق شمال الإسماعيلية. دي أنفاق يعني بتسير فيها السيارات أسفل القناة. الأنفاق دي سلب يعني بتذلل على المواطن، سواء اللي جاي من سينا او اللي جاي من مدن القناة ورايح سينا، حياته، لانه الناس كانت بتقف على المعديات بالايام او بتستخدم يعني ساعات طويلة لعبور قناة السويس، وكانوا بيضطروا يستنوا المعدية، والمعدية جت والمعدية مشيت. دلوقتي هذه الأنفاق في يعني ساعات قليلة جدا بتنتقل من البر الشرقي للبر الغربي، أو بالعكس من منطقة القناة إلى سيناء. وهو ده فكرة التنمية، يعني احنا لو عايزين ننمي منطقة سيناء، لا يمكن التنمية بدون طرق. واحنا قلنا ان الطرق والنقل والعبور وانك تقرب المسافات ده جزء مهم جدا من عملية التنمية. وبالتالي فكرة ان يكون في انفاق، ودي 4 أنفاق تحت مياه قناة السويس. اول واحد النهاردة شفنا العمل في وقت قياسي جدا، ده النفق اللي بتعمله بتروجيت مع كونكورد. والحقيقة ان احنا لازم نحيي الايدي المصرية اللي انجزت هذا النفق، لان هذا نفق 100% بايد مصرية. يمكن المكن مش مصري، لكن شفنا الحفار الضخم جدا اللي بيحفر في جزء مهم من النفق، والحفار ده عامل زي ما يكون يعني عمارة فيها أدوار وفيها بشر، يعني حاجة عملاقة جدا. والرئيس شاف اللحظة اللي بيصل فيها الحفار من جانب إلى جانب آخر، وبيظهر فيها كما ترون في الصور أحد الجنود المصريين. بحيي الشركات المصرية اللي يعني أنجزت هذا النفق. لكن خلوني قبل ما أكلمكم عن هذه الأنفاق ونسمع جزء من الفيلم اللي أنجزته هاي القوات المسلحة عن هذه الأنفاق، في كلام مهم جدا قاله الرئيس السيسي النهاردة في هذه الافتتاحات. وغالبا كتير احنا بنستمع للرئيس او بنشاهد هذه الافتتاحات، مش بس عشان نتفرج على المشروعات، ودي مشروعات مهمة جدا للتنمية، ولكن ايضا عشان نستمع الى ما يقوله الرئيس. والنهاردة الرئيس اتكلم على تهديدات تواجه سيناء،
واتكلم على أننا لن نسمح لأحد بأن يهدد أرضنا، واتكلم على أننا نموت ومحدش يقرب للأرض. كلامه ده كان موجه ليس فقط للإرهاب والإرهابيين، يمكن احنا متعودين الرئيس بيتكلم مواجها للإرهاب، بيقول ان احنا هنقف صف واحد طول ما احنا ماسكين، طول ما احنا ايدنا في ايد بعض هنقدر نقف ونواجه الإرهاب، واننا سنطحر هذا الإرهاب عاجلا او آجلا. ده كلام يمكن سمعناه كذا مرة، لكن النهاردة كان اول افصاح لمن يديرون الإرهاب، وكان اول كلام موجه للفكرة او للخطة اللي بتضع سيناء جزءا من خطتها. بنسمع بقالنا فترة عن كلام على يعني صفقة القرن، والكلام ان سينا، طب ما نخلي الفلسطينيين يجوا سينا، وانا بحيي طبعا الشعب الفلسطيني، ما بقولش ان هو يعني جزء من هذه المؤامرة على الاطلاق. وعرفنا انه طبعا طوال السنوات الماضية وثائق كتيرة، وثائق بريطانية كشفت ان هذا عرض عرض على مبارك ورفضه، عرض على مرسي وكان بيتفاوض فيه وقبله، وده قاله لي ابو مازن بنفسه. ومن الواضح ان احنا بنتكلم يعني انه ده من الحاجات المطروحة في الاتفاقات النهائية للقضية الفلسطينية. كلام الرئيس هنا واضح ان هو ده خارج هذا الاتفاق، لن نتنازل عن شبر من ارض الوطن، احنا مش هنفرط في لكل الناس القلقانه، مش هنفرط في شبر واحد من ارض هذا الوطن. وانا عايزه بس امد الخط على استقامته، لانه اللي حصل يوم الخميس الماضي والتصويت في الجمعية العامة، والكلام اللي عمله ترامب، والتهديدات التي قامت بها السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ومن بعدها ترامب ان احنا بناخد الأسامي، خلي بالكم انها كلها منظومة واحدة. ترامب وسفيرته قالوا بكل حالة بلطجة، وهي ملهاش تفسير إلا كلمة البلطجة، إننا احنا شايفينكو شايفين كويس قوي مين الدول اللي هتصوت ضد ان تكون اسرائيل عاصمة لفلسطين، او ضد القرار عاصمة لاسرائيل، او ضد القرار الامريكي، والدول دي احنا بنديها معونات، فاحنا شايفينكو، ويا ريت احنا نوفر كل معوناتنا وما نديكوش هذه المعونات، ونبقى سعداء جدا ونوفرها للموازنة المصرية. وظن ترامب ببلطجته وسفيرته ايضا، اللي ممكن نلاقيها في يوم من الايام وزيرة خارجية كده مع الخلافات اللي مع وزير خارجية الحالي، انه يستطيع ان هو يلوي دراعنا. والحقيقة انه موقف 128 دولة كان موقف محترم جدا. وبدون ان افصح عن تحركات دبلوماسية، مصر قادت تحرك مهم جدا، مصر والدول العربية ايضا، ولكن مصر كانت تتحرك بشكل قوي تحت مظلة الامم المتحدة دبلوماسيا، لجمع حشد كبير من الاصوات ضد القرار الامريكي. صحيح انه في النهاية النتيجة مفيش نتيجة، يعني هذا قرار ولا امريكا هتتغير قرارها ولا اي شيء، ولكن احنا قلنا قبل كده نريد ان نحاصر هذا القرار، نريد ان لا يكون هذا القرار، ان لا يتسرب لدول اخرى. نمد الخط ما بين كلام الرئيس السيسي النهاردة ان محدش هيقرب من ارضنا، وبين قرار ترامب اللي بيحاول يفرضه علينا، واللي مصر رفضته ومصر وقفت، رغم ان مصر بتتلقى معونة مهمة جدا، هي المعونة العسكرية 3 مليار دولار سنويا. لا عفوا، 1.3 مليار التلاتة دول بتوع اسرائيل، مليار و300 مليون دولار سنويا، ودي معونة مهمة جدا بتاخدها مصر في المجال العسكري. ورغم ذلك كان القرار المصري نابع من العروبة، كان القرار المصري نابع من إيمانها بالقضية الفلسطينية. ليه المشاريع دي؟ لأننا عايزين نقف على رجلنا، لأننا عايزين محدش يلوي دراعنا،
لاننا عايزين محدش يقول الجملة دي تاني، محدش يقول لنا وعينه في عيننا كده ما انا اصلي بديكم معونة، او انا همنع عنكم معونة زي ما اوباما عمل، انا همنع عنكم المعونة او انا بديكم معونة، فانتوا لازم تسمعوا الكلام. عايزين نقدر نقف على رجلينا، عايزين نقدر نقف ونتحدى ونقول لا، ده قرارنا، واحنا قرارنا نابع من مصلحتنا الشخصية، من مصلحتنا الوطنية، من مصلحة هذا البلد اللي فيه 100 مليون مصري، وده قرارنا الوطني العروبي. عايزين دايما واحنا بناخد القرار ما نبقاش خايفين ولا قلقانين ولا متوترين ولا مرعوبين على اكل عيشنا وهيحصل لنا ايه. اللي الدولة بتعمله دلوقتي ممكن نختلف او نتفق معاه في حاجات كتيرة، يعني ممكن اقتصاديا انا اقول لكم ان في حاجات كتيرة جدا مش عاجباني، لكن الهدف في النهاية هو ان انا اقدر اقف على رجلي، هو ان انا اقدر اقف واخد قراري دون تهديد ودون ذبذبة ودون اي ارتعاش ودون اي قلق، ما اعملش اي حسابات تانية الا حساباتي الوطنية العربية الاقليمية، دوري كمصر من هذه الانفاق، وقبلها حقل ظهر، وقبلها مشروعات أخرى كثيرة. الطريق يمشي في الطريق الصحيح، مصر صاحبة قرارها، لكن لسه شوية، لسه كتير، لسه محتاجين السنة الجاية تكون سنة أهم، وإن إحنا مشروعاتنا تكون أكتر، وإننا نفتح الطريق للقطاع الخاص أكتر، وإن إحنا يعني يتراجع عمل القوات المسلحة في الاقتصاد أكتر. هنتكلم في هذه الأمور بعد قليل، ولكن الهدف واضح، الهدف إن إحنا نقدر نقف على رجلينا أن نمتلك قرارنا، وده مش هيحصل إلا إذا امتلكنا أدواتنا الاقتصادية والسياسية في المقام الأول. نسمع ما قاله الرئيس السيسي النهاردة عن الأرض وسيناء. سيناء أرضنا، سيناء أرضنا، وسيناء إحنا، عشان بس الناس اللي بتبقى قلقانة، لا، القوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، ايوه بكل العنف، ولازم بفضل الله سبحانه وتعالى نضع حد للارهاب اللي موجود فيها. احنا نموت، نموت كلنا، ولان حد يقرب من ارضنا. والموضوع مش بالكلام، اسمعوا، مفيش اي تهديد خارجي تخافوا منه. أنا بقول لكل المصريين اللي سامعيني، وأنا كلامي قليل، مفيش تهديد خارجي تخافوا منه، أنا ما بخافش غير حاجة واحدة، منكم أنتم يا مصريين، طول ما أنتم كده، ولا حد أبدًا بفضل الله هيقدر علينا، ابقوا كده بس، وإحنا نتحدى الدنيا كلها. أيوه نتحدى الدنيا كلها، ليه نتحدى الدنيا كلها؟ لان احنا مش اشرار، احنا مش متآمرين، احنا مش طمعين في حاجة حد، لا في خير حد ولا في اموال حد ولا في اراضي حد، احنا طمعانين في كرم ربنا وفي جهدنا، في كرم ربنا يساعدنا ان احنا نبني ونعمر، وحنفضل نبني ونعمر. مش طمعانين في أرض حد ولا في حاجة حد، احنا عايزين نبني بلدنا، لكن طبعا الكثيرون لا يريدون لنا خيرا، وده في العالم كله. دي السياسة، السياسة مش بتقوم على فكرة انك انت يعني تريد الخير للآخرين، السياسة لا، السياسة انك انت دول بتريد ان تكون هي الاعلى وهي الاكبر، وبالتالي عايزة مصالح، كل حاجة في السياسة مصالح. على فكرة الميكيافيلية دي مش دايما شيء شرير، يعني المهم مصلحتي، وهو ده اللي لازم نفكر فيه، احنا مصلحتنا فين
مصلحتنا دايما تأتي في المقام الأول. يعني أنا سعيدة جدا بكل هذه الأنفاق، أو بالذات بالأنفاق اللي اكتشفت، أو يعني اللي تم حفرها النهاردة أو كشف عنها اليوم، وسعيدة أكتر إنها شركات مصرية اللي قامت بهذا العمل، إنه عمل معقد جدا ومش سهل. لكن الكلام عن سيناء وعن التهديدات كلام مهم جدا، زي ما قلت لكم مش موجه فقط للإرهابيين، ولكن موجه أيضا لمن يديرون الإرهاب. مقطع آخر للرئيس بيتكلم فيه إنه لا يبيع الوهم للمصريين. لا يمكن يبقوا في قلق أبدا عندكم يا مصريين. والكلام اللي أنا بقوله لكم ده كلام أنا ما بكلمش كتير معاكم أو ما بكلمش كتير، إحنا ماشيين بفضل الله، ماشيين بخطوة جيدة جدا جدا. وأنا قلت لكم مرة قبل كده إن إحنا مش هنبيع الوهم ليكم، وهنكون صادقين ومخلصين وأمناء معاكم. اللي نقدر نعمله بفضل الله هنعمله، ولا ما نقدرش هنقول ما نقدرش. احنا ماشيين كويس فعلا، ويمكن خلال احنا اتفقت معاكم ان احنا هنقدم اللي تم تنفيذه خلال الفترة اللي فاتت، واللي حتى هيستكمل حتى 30/6 وما بعدها. وبالتالي انتوا هتشوفوا ان حجم العمل مش اللي احنا اللي عملناه، مش اللي انا اللي عملته، وحتى مش الحكومة اللي عملته، اللي عملتوه انتوا يا شعب مصر حاجة عظيمة جدا، والحقيقة حاجة تشرف. سواء في العمل اللي تم، احنا النهاردة كنا بنتكلم وواقفين بنتفرج وبنفتتح انتهاء حفرة 4 أنفاق، عشان اكون صادق 3، والرابع يمكن في 6 أو 7 يناير القادم هيكون خلص في بورسعيد. 4 أنفاق كانوا ممكن قوي التخطيط اللي كان معمل لهم بلا مبالغة كان 12 سنة، كان هيتعملوا في 12 سنة، نخلص نفق ونخش على اللي بعده واللي بعده واللي بعده، 12 سنة، وكان كل نفق مخطط له ياخد من 3 لـ4 سنة تقريبا. احنا بنتكلم كل الموضوع من أوله لآخره، احنا بدأنا نتعاقد على المكان في نوفمبر 15، وابتدينا الشغل في نص و16، يعني سنة ونص. النهاردة احنا بنتكلم ان شاء الله، وانا عارف ان ده عبء كبير جدا على الشركات العاملة وعلى الهيئة الهندسية، 30/6 ان شاء الله 18 نكون بنعبر من الانفاق الـ4 أنفاق، مش الاتنين بتوع الاسماعيلية، لا الاتنين بتوع الاسماعيلية والاتنين بتوع بورسعيد، وده تحدي الحقيقة. رئيس أيضا نتكلم عن الشركات المصرية اللي قامت بحفر هذه الأنفاق، وإحنا سعداء جدا إنه ده يعني تم بأيدي شركات مصرية 100% على الأقل نفق أحد أنفاق اللي من الإسماعيلية إلى القناة. نسمع مقال. أوعوا تتصوروا إن العمل اللي اتعمل في الأنفاق ده عمل بسيط. ده كان الكلام ده يتعامل بشركات مش مصرية تيجي تشتغل، وبشكل تاخد طبعا المدة بتاعتها ومعدتها، ويمكن يبقى. لكن احنا النهاردة عاملين ده بـ4 شركات مصرية، الشغل تم تقريبا 100% بخبراء ومهندسين وعمال مصريين. المعدات اشترينا معدات من طبعا من بره، لكن حتى المعدات دي ما كانتش موجودة معانا قبل كده. انا ارجو ان انتوا تتوقفوا قدام الكلام ده وتقولوا يعني هو ده بسيط انك انت تنجز 4 أنفاق؟ ده احنا عملنا النفق الشهيد احمد حمدي في كام سنة وكان نفق واحد. النهاردة احنا بنتكلم في 4 أنفاق يخلصوا ان شاء الله 30/6/18. وفعلا العمل في هذه الأنفاق هو عمل معقد جدا. خلونا نشوف هذا التقرير اللي جزء من فيلم طويل أذاعته القوات المسلحة أو أعدته القوات المسلحة عن هذه الأنفاق. لقد آن الأوان لكي يتدفق الأمل في شرايين الحياة، ليفتح مزيدا من الآفاق عبر منظومة أنفاق هي الأضخم في تاريخ مصر.
منظومة جديدة تربط سيناء بكافة أنحاء مصر غربا لتلبي متطلبات التنمية في هذه البقعة الغالية، وتقضي نهائيا على حالات التكدس المروري والتي لم تعد تستوعبها معديات هيئة قناة السويس وكبر السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي. وجرى العمل على قدم وساق إلى مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية عند العلامة 73.250 ترقيم القناة. من هنا انطلق البناء بإنشاء نفقي سيارات أسفل قناة السويس بطول 5820 مترا لكل نفق، كما تم إنشاء مصنع لإنتاج الحلقات الخرسانية على مساحة 14500 متر مربع بطاقة إنتاجية 15 حلقة في اليوم، فضلا عن منطقة لتخزين المنتجات على مساحة 25900 متر مربع تكفي لتخزين 928 حلقة خرسانية. مجموعة أنفاق جنوب بورسعيد عند العلامة 19.150 ترقيم القناة، ويتكون من نفقي سيارات بإجمالي طول 3920 مترا لكل منهما، فضلا عن إنشاء مصنع مماثل لإنتاج الحلقات الخرسانية على مساحة 10000 متر مربع ملحق به منطقة تخزين على مساحة 20310 متر مربع تكفي لتخزين 700 حلقة خرسانية. ويضم كل من مجموعتي أنفاق إسماعيلية وبورسعيد 4 آبار للصيانة وأربعة ممرات هروب عرضية، حيث يتم ربط كل نفقين بعدد من الممرات العرضية المتكررة كل 1000 متر من طول النفق، بما يحقق الأمان الكامل لعمليات إخلاء الأفراد في حالة الطوارئ. منظومة إنشائية تحقق اختصارا غير مسبوق لزمن عبور القناة ليستغرق 10 دقائق بدلا من الانتظار على المعديات لمدد قد تصل إلى 5 أيام. يعني المشهد ده اللي هو العربيات واقفة منتظرة المعديات 5 أيام الآن يختصر إلى 10 دقائق، ودي صور الرئيس السيسي يعني يعبر أحد الأنفاق أو بيتجول داخل النفق بالسيارة. ومعي على الهاتف المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد اللي في تحالف مع شركة بتروجيت وتحت إشراف الهيئة الهندسية قامت ب يعني تنفيذ النفق الأول. مهندس أحمد يعني ببارك لك وبقول لك بجد يعني شيء مبهر، يعني أنا كنت بسمعك تتكلم كتير عن هذه الأنفاق لكن بجد أنا منبهرة من اللي أنا بشوفه. ألف مبروك. أهلا لا يعني كانت النهاردة حاجة جميلة جدا الافتتاح وتشريف سيادة الرئيس والوزراء، ويعني كنا في قمة سعادتنا بصراحة. يعني احنا كنا على أعصابنا يحصل أي لخبطة ولا أي حاجة، تعرفة احنا تحالف كونكوردو بتروجيت احنا بنعمل انفاق اسماعيلية. يعني النفقين طولهم حوالي 10 كيلو، ده حاجة فظيعة يعني انها تتعمل في الوقت ده. انت عارف الاربع انفاق يعتبروا اكبر مشروع في العالم نفقي، يعني انت بتعملي اربع انفاق في العالم، مفيش مشروع بالحجم ده حوالي 18 كيلو انفاق. فاحنا الاربع شركات بصراحة عاملة مجهود رهيب، الاربع شركات مصرية، احنا شركتنا كونكورد اللي متحالفين مع بتروجيت، احنا داخليا مقسمين النفق اللي طلع النهاردة ده بتاعنا بتاع كونكورد. احنا شركة مصرية 100% وكل اللي شغال. كم حد كم يعني حجم العمالة ده في لهذا النفق؟ اولا اشتغلتوا من امتى لامتى يا باشمهندس؟ يعني بدأت احنا ركبنا المكن تقريبا في شهرين من حوالي النفق الاولاني اللي هو النفق الجنوبي، من 18 شهر اشتغلنا 18 شهر متواصلين، وطلع يدوبك من 10-12 يوم، والنفق بتاعنا 15 شهر متواصل طلعنا النهاردة. حجم العمالة حوالي 2600 فرد في التحالف. مش عايز اقول لك ان 2600 فرد دول ما ناموش بقالهم سنة ونص بجد. يعني الانجاز اللي اتعمل غير مسبوق في الوقت. انت عارفة المكنة متصممة انها تعمل
12 15 حلقه في اليوم ده في الكتالوج بتاع التركة الالماني. احنا وصلنا ايام عملنا 38 متر، يعني ضربنا اكتر تقريبا 3 اضعاف المكنه متصمم عليها. الحلقات بقى يعني وانا بتفرج على الفيديو باشمهندس احمد بيتكلم على الحلقات الخرسانيه، ايه هي الحلقات الخرسانيه؟ اشرح لي كيف يتم حفر نفق. بص يعني الموضوع ببساطه طبعا مش هدخلك في هي المكنه بتبني الحلقه الواحده عباره عن 9 اجزاء. المكنه بتبني التسع اجزاء يعني هي حوالي 120 طن التسع اجزاء مع بعض. بتركبهم وتركب في اخرهم زي مفتاح كده بحيث يشتغلوا حاجه اسمها ارك اكشن، اللي هو ايه يعني خلاص هي تمسك نفسها. وبعدين نفس المكنه بتدقر يعني في نفس الحلقه دي وتزق وتخش على الحلقه اللي بعدها، يعني طول ما هي بتبني بتمشي بتحفر وتكمل وتمسك في الحلقه وهي ماشيه بقى. يعني التكنولوجي بتاعها ان هي انت بتبني الحلقه وبعدين تستعملي الحلقه ان انت تزقي تاني وتحفري تاني. فعشان نشرح للناس، جسم النفق ده بيبقى عباره عن مجموعه من الحلقات بتتحفر. أيوة. واحده ورا الثانيه لحد ما يتبني هذا الجسم، مظبوط؟ ايوه بتتحفر وبعدين تركبي الحلقه الخرسانيه اللي هي عباره عن 9 اجزاء. وبعدين تخش تحفري اللي بعديها وتركبي التسعه التانيين وانت ماشيه بقى كده، يعني الواحده تاخد مثلا ساعه حفر ونص ساعه تركيب مثلا او تقريبا، يعني احنا وصلنا لاقل من المعدلات دي وبتكملي بقى يعني طول ما انت ماشيه كده. بس طبعا انت لو رحتي في الغرب بقى لناحيه الاسماعيليه طبعا الناس شايفه المكنه طالعه، انت بعد 4 كيلو 830 متر حفر طالعه في بالملي مطرح ما احنا عايزينها تطلع دي. انت فاهمه دي في حد ذاتها برضو طبعا اعجاز. انت بتتكلمي انت ماشيه بتنزلي لتحت وبتطلعي لفوق وبتمشي كيرفات ولازم تطلعي بالملي، لان الحته اللي المكنه طالعه فيها ما ينفعش يبقى فيها اي توليرنس. وبعدين احنا الحديد اللي انت شايفاه ده حديد فايبر عشان المكنه تعرف تقطعه، فاحنا عاملين الحيطه دي بحديد فايبر جلاس عشان ما ينفعش برضو يحصل اي، طبعا كنا قايدين على قلبنا ان يحصل اي عطل ولا اي حاجه النهارده والناس كلها، فالحمد لله ربنا سترها. ولو انت حتى اتفرجتي في حته كده ما كانتش قادره تتشال في الاخر، قعدنا نجيب المكنه ونلفها بالعكس لحد ما الحته اتكسرت يعني الخرسانه. الحفار ده حضرتك كنت بتقول لي ان هو عباره كانه عماره، احكي لي ايه المكنه دي يا باشمهندس احمد؟ بصي المكنه دي بتيجي طبعا متفككه واحنا ركبناها، احنا يعني زي اول مكنه ركبناها طبعا بايدي مصريه، كان في ناس من المانيا واقفين بس على التركيب الاولانيه، بعدين الثانيه سابونا خالص بقى قال لك انتوا اتصرفوا وعملناها وركبناها. والمفروض ان برضو تركب مثلا في 4 شهور، ركبناها في شهرين. المكنه قطرها 12 متر 60 يعني عماره 4 ادوار وطولها 86 متر، يعني تخيلي بقى 86 متر هي عباره عن 3 ادوار جوه كبار بطول 86 متر، يعني عماره بتمشي فيها يعني. ووزنها بتاع 2800 طن. بتيجي على اجزاء بتركب وتبتدي بقى تشتغل، طبعا بتكوني مجهزه. احنا عاملين الاول نص كيلو في الشرق ونص في كيلو في الغرب وحفر مكشوف وبنظام حاجه اسمها دافرام وول، وبنعزل من تحت عشان طبعا احنا تحت منسوب الميه، فبنحقن التربه بحاجات معينه عشان الميه ما تطلعش، ونبتدي بقى نحفر بنعمل لها شاسيه حديد كده تبتدي منها المكنه وتتوكل على الله بقى. ال 4 كيلو 800 تفضل تحفر فيهم. زي ما بقول لك خلصت في سنه ونص، ده نفس النفق ده في اوروبا بيخلص في 7 سنين و8 سنين. يعني احنا رحنا قبل ما نبتدي زياره نفق زيه 9 سنين في المانيا، ما حدش بيعمل اللي احنا بنعمله ده. اصعب يوم عدى عليك ايه يا باشمهندس احمد او عليكم كلكم في الشركه في النفق، اصعب يوم في العمل كان ايه؟ لا بصي كتير قوي، لان انت تحت الارض 60 متر و70 متر كمان وصلت في حتت، بيطلع لك طبعا تربه انت مش عارفه ايه اللي بيطلع. طبعا عاملين جسات بس
انت تحت القناة مثلا مش عارفة التربة ممكن تقلب تعمل، ففي حتت كانت تربة طينية عاملة زي الكلي بتاع أسوان كده بيتحشر في المكنة وبيعذبنا جدا، ولازم تنزلي غطاسين 60 متر طبعا 6 باردة غطاسين مخصوصين بينزلوا عشان يقعدوا يغيروا تولز وينظفوا ويعملوا. دي كانت حاجة صعبة جدا جدا، يعني احنا كان مخطط ان احنا نقف مثلا 4-5 وقفات، وقفنا بتاع في كل مكنة بتاع 50 وقفة. انك بتقولي ان تربة ممكن تحت في الاعماق تبقى طمي، تبقى كلي يعني زي طبعا كده. دي بقى دي حاجة بتاعت ربنا بتقلب تلاقيها شوية رمل وشوية طين. طين بقى يدخل في المكنة بقى. طبعا طين في انواع طين، يعني بورسعيد مثلا فيها نوع طين سوفت قوي مقرف جدا فوق، ان لما بتيجي توقفي معدة توقفي حاجة بتغرز، فكانوا لازم اي حاجة يوقفوه على 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 خوازيق وبتاع. احنا عندنا الطينة ناشفة جدا بتلزق في وش المكنة بتسدها، يعني لكل تربة ليها مشاكلها. فطبعا انت ماشية ومش عارفة طبعا كل انواع التربة اللي هتطلع لك، بيحصل مشاكل طبعا كتير. سنة ونص بدل كام؟ بدل 7 سنين يعني في الطبيعي. هو المشروع فضله احنا كده خلصنا النفق، هنقعد لغاية 30/6 في شوية تشطيبات وارضيات والكتروميكانيكال وطبعا حاجات للفاير، وفي ممرات عرضية بين النفق ده والنفق الشمالي والجنوبي، 4 ممرات عرضية بنجمد التربة تجميد كامل تحت الصفر عشان نقدر ما تخشش فيها، ونعمل ممرات عشان الهروب لو في قدر الله حادثه حريقه بتاع. يعني في شويه حاجات تتعمل في 6 شهور كده، يبقى المشروع من يوم ما استلمنا الارض لحد ما سلمنا العربيات تعدي اقل من 3 سنين. المشروع يعني ده في اوروبا وفي كل حته مينيمم 9. هل ده بيؤثر لما نضغط الوقت ده بيؤثر على الكفاءه، بيزود من التكلفه؟ لا 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 طبعا لا طبعا خالص. الكفاءة دي مفيش فيها انفصال، ده ال الحاجات دي بتتراجع 1000 مرة، وفي استشاريين مصريين واجانب علينا، والهيئة الهندسية بصراحة يعني محدش، بصي اللي ما شافش مش ممكن هيتخيل. بيضاعف يعني التكلفة يا باشمهندس احمد، يعني لو عم نعمله في 3 مش في 7، هل ده بيضاعف التكلفة؟ خالص، لا احنا تكلفتنا اقل كتير برضو من بره كتير جدا، لان احنا بقالنا سنين اللي كان شغال في المترو بتاع كان شركات اجنبيه، فطبعا الشركات الاجنبيه طبعا غاليه جدا. سيادة الرئيس لما قرر كده قال لك لا انا عايز المصريين يشتغلوا، يبقى عندنا الكفاءات دي في مصر، لو حبينا نعمل اي حاجه مش المصريين يشتغلوا عند الاجانب، لو محتاجين اجانب يشتغلوا عند المصريين. واحنا كده هتروحوا المترو يا باشمهندس احمد، لانه الرئيس النهارده كان بيتكلم على انه يتمنى ان الشركات المصريه تروح بقى تحفر المترو الجديد، الخط الجديد. والله نتمنى، احنا جاهزين لاي حاجه، احنا جاهزين لاي حاجه، وان شاء الله يعني ده اللي هيتعمل ده اصعب من المترو، لان قطر اكبر، المترو بيبقى اصغر بكتير ومفيش الاعماق دي، فنتمنى طبعا نشتغل في المترو، نشتغل في اي حاجه يعني ان شاء الله في مصر وبره مصر. يعني الحقيقه انا لازم احييك واحيي كل العاملين عندكم، اللي كل الناس كل الايدي والسواعد المصريه والمهندسين والعمال الصغيرين، واكيد دي عماله مدربه جدا يا باشمهندس احمد، يعني عماله يعني متخصصه مش كده؟ طبعا طبعا. بصي احنا مبدئيا جبنا المصريين اللي شغالين في العالم كله في الانفاق، يعني انت ان في مصريين كتير جدا كانوا شغالين واحنا مش عارفين في اندونيسيا وفي قطر وفي الرياض وفي المترو فلميناهم كلهم وبعتنا ناس دربناهم من عندنا وعملنا كوادر جديده، بقى عندنا ستاف كامل يعني هايل. يعني احنا حتى اللي بيسوق المكنه اسمه بايلوت، زي الطيار بالظبط كانه سايق طياره، عندنا البايلوت بتوعنا مصريين، عندنا ميكانيكيه، عندنا اللي بيفكوا المكن وبيركبوه، مفيش اجانب يعني كله مصريين. ولا اشراف اجنبي كفاءة. يعني ولا كان في اشراف اجنبي من شركات اجنبيه مشرفه ولا ايه؟ لا استشاري الهيئه الهندسيه عندها كوادر هايله، انا احب اقول برضو محدش يتخيل، الهيئه الهندسيه عندهم ناس هايله راحت اتمرنت واتدربت، وطبعا في اللي هو احمد فوده ده راجل يعني عالم بيقعد يقرا ومتبحر جدا،
لا يعني بص في، وبعدين هم جابوا استشاري اجنبي واستشاري مصري. استشاري اجنبي ممتاز عالميا ومصري محرم بخوم، وكل دول كانوا بيشرفوا علينا. لا بصي كل حاجه طالعه بيرفكت يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين كل حاجه طالعه هايله. وبحييكوا الحقيقه على هذا العمل الجبار، ودلوقتي ممكن تناموا وتستريحوا شويه لحد ما تخلصوا. اه والله بقالنا سنه ونص من الناس، وبالذات اخر كام يوم ده كنا قلقانين جدا من النهارده. الحمد لله الحمد لله كله ماشي تمام. والحقيقه ان الايدي المصريه والكفاءات المصريه لما بتتحط في سيستم دقيق وتحت واشراف دقيق ومنظومه سليمه وعندها حافز كمان، يعني في حافز وطني برضو ان انتوا تخلصوا الحاجة دي في توقيت معين، وفي احساس وطني اكيد لهذه العملية مش مجرد نفع. تحدي هو كان تحدي كمان ان احنا بجد لازم نثبت ان نقدر نعملها، كان تحدي قوي جدا. انا بحييك جدا مهندس احمد العبد رئيس مجلس اداره شركه كونكورد اللي بتحالف مع بترو جيت تحت اشراف الهيئه الهندسيه. الحقيقه انجزوا هذا النفق العظيم، وده واحد من اربعه انفاق زي ما سمعتوا من مهندس احمد اللي بيحاول يشرح لنا بتبسيط ازاي النفق ده بيتحفر تحت المياه. ده بنتكلم في اعماق 76 متر تحت سطح البحر، والتربه والمشاكل والتحديات والتوقيت الصعب، وكله بايدي المصريه. فبحييهم وبحيي كل اللي عاملين الحقيقه في هذا المشروع. ايضا زي ما قلت لكم كان في كوبري الشهيد احمد منسي على قناه السويس، وكوبري الشهيد ابانوب جرجس بالانطره، وكان في افتتاح لاحدى مزارع مراحل استزراع السمكي. بس اللي يعني يثلج القلوب بعض الشيء في هذه الكباري، مش بس المعمار وانه في كوبري عظيم وغيره، ولكن انها سميت باسماء هؤلاء الشهداء العظام. يعني العقيد احمد منسي اللي استشهد في 7 يوليو، واللي كان احد كان يعني رئيس للكتيبه 103، وخد الرايه من شهيد اخر ومن يعني بطل اخر استشهد ايضا في الكتيبه 103. اعتقد ان اسرته النهارده اللي كانت موجوده، وابنه اللي افتتح المشهد، ابنه اللي افتتح ده ابن العقيد احمد منسي، ابنه اللي افتتح هذا الكوبري اللي سيخلد اسم والده، هيفضل دايما فاكر هذه اللحظه. مش بس هيفتكر لحظه رحيل ابوه واستشهاده، ولكن ايضا سيتذكر لحظه ما وقف و حي العلم وفتح وافتتح كوبري باسم والده. ايضا كان في كوبري الشهيد ابانوب جرجس بالانطره، ابانوب ابن مدينه الانطره غرب اسماعيليه، استشهد في يوليو 2015 في خلال التصدي لهجوم متزامن على نقاط امنيه بالشيخ زويد، وقتل 5 ارهابيين. هيئه قناه السويس اطلقت اسمه على كوبري القنطرة العائم. والحقيقة ان احنا يعني الى روح هؤلاء الشهداء، روحكم ما راحتش هدر وانتم ما رحتوش هدر، ولكن بنخلد اسماءكم وايضا بنخلد ذكراكم، لانه انتم اللي هتخلوا البلد دي تستمر في الحياة. اتمنى السنة الجاية ان احنا نشوف مشروعات يفتتحها الرئيس السيسي مدنية 100%. يعني أنا سعيدة جدا بهذه المشروعات. طبعا العمل بتقوم به القوات المسلحة والهيئة الهندسية، خاصة في المشروعات الصعبة، مشروعات الانفراستراكشر والبنية الأساسية الصعبة دي، لا غنى للقوات المسلحة عنها. لكن أتمنى أنه العام القادم نشوف افتتاحات في مشروعات اقتصادية عادية، مصنع، مزرعة سمكية، أي شيء، ولكن تكون مدنية 100%. عايزين نفتح الباب للقطاع الخاص يشتغل لوحده ويشتغل بحرية، ونحس إن القطاع الخاص بيشتغل.
الحقيقة أنه مصر الخارجية السودانية أرسلت رسالة للأمم المتحدة في 5 ديسمبر الجاري تعترض أو تعلن فيها اعتراضها ورفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في 8 إبريل 2016. وأكدت السودان أو أكد السودان في هذا الخطاب كامل رفضها لما ورد في تعيين الحدود البحرية بما يشمل إحداثيات نقاط بحرية تعتبر جزءا كما يقول البيان السوداني من الحدود البحرية لمثلث حلايب وشلاتين. والسودان أكد في هذه المذكرة اللي قدمت للأمم المتحدة عدم اعترافه بأي أثر قانوني ينتج عن الاتفاقية المصرية السودانية في الجزء بما يمس سيادة السودان وحقوقه التاريخية كما يقول البيان على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب وشلاتين. الخارجية المصرية بدورها قالت أولا رفضت الخطاب السوداني والخارجية أعلنت رفضها القاطع لمن طوت عليه رسالة السودان من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين والادعاء بأنها تحت احتلال مصري. وقالت الخارجية أنها تعتزم توجيه خطاب إلى الأمم المتحدة ردا على الرسالة السودانية التي ترفض الاعتراف بالاتفاقية بين مصر والسودان. إذن ببساطة كده قبل ما ناخد اتصال القادم، ببساطة السودان احنا كان عملنا اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية اللي دخلت فيها تيران وسنافير ضمن الحدود او ضمن الملكية او تعيين ضمن الحدود البحرية السعودية، وقامت الدنيا وقالوا ان احنا بنتنازل، ناس كتير قالت ان احنا بنتنازل عن الاراضي ودي قصة. هذه الاتفاقية بتنزل بترسم الخريطة لتؤكد ان منطقة حلايب وشلاتين مصرية، وده لا نزاع عليه رغم انه السودان يعني لديها مزاعم بتقول انه هذه المنطقة منطقة سودانية. السودان النهاردة 5 ديسمبر، معرفش ليه 5 ديسمبر، معرفش ليه دلوقتي، لانه الاتفاقية دي متوقعة من 8 إبريل 2016 وتم تنفيذها وتنفيذها وكل الامور خلصت في يوليو. فانا مش فاهمة ايه الجديد اللي يخلي السودان تتقدم الان في ديسمبر بهذا الخطاب للامم المتحدة. معي هنعرف تأثير هذا الخطاب وبيانه من الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي العام. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، زي سيادتك. مساء اهلا بيك. يعني هذا الخطاب السوداني للامم المتحدة ماذا يعني وهل له اي اثر؟ والخطابات الاعتراضات من جانب الدول مثل السودان على تصرفات افعال دول اجنبية اخرى مثل مصر تسمى بلغة القانون الدولي احتجاج. احتجاج على تصرف السودان بيزعم ان جمهورية مصر العربية خالفت او انتهكت قواعد القانون الدولي. لابد ان احنا نشير الى ان ذلك الاحتجاج السوداني حتى يكون او حتى يعتد به بلغة القانون الدولي لابد او من الضروري ان يكون متسقا مع قواعد القانون الدولي، اي ان الاحتجاج السوداني يكون له اسس قانونية وليست اسس واقعية فقط. واذا كان السودان حضرتك بيحتج بانه كانت هناك حدودا إدارية تسمح للسودان في مرحلة زمنية محددة ولظروف مؤقتة طارئة لتسهيل وتشهيل المساعدات الإنسانية وتسيير شؤون القبائل البدو المتنقلة العبادة والبشرية إخواننا وأبنائنا في هذا المثلث المصري حقا وواقعا في عام 1902، هذه الحدود الإدارية لا يمكن ولا يجوز أن تلغي الحدود القانونية التي تم تحديدها فعلا بموجب قواعد القانون الدولي اتفاقية ثنائية ما بين مصر وبريطانيا 1900
1899 دخلت النفاذ وحددت خط الحدود الدولية خطا مستقيما لا متعرج ولا متقطع ولا منكسر، حتى ميناء قديم هو اسمه ميناء عذاب للصيد المصري على ساحل البحر الأحمر. ومن ثم اعتبارا من عام 1958 وحين بدأ السودان وفي مفاجأة ولأول مرة بإقامة مراكز انتخابات محلية وبرلمانية سواء في وادي حلف أو سواء في مثلث حلايب وشلاتين وبورماد، قامت مصر رسميا بالاحتجاج أيضا لدى منظمة الأمم المتحدة لدى الأمانة العامة في احتجاج موقوت ومحدد بأن هذه التصرفات تخرج عن قواعد القانون الدولي، تخرج عن سيادة مصر، تخرج حتى عن الخريطة المصرية اللي موجودة في الأمم المتحدة، حتى ليس في عصبة الأمم المتحدة عفوا فقط، ولكن في سابقتها عصبة الأمم. لابد أن نشير إلى جزئية سهلة بسيطة، إن الأمر الواقعي اللي بتزعمه الحكومة السودانية لا يجوز أن يتخطى القانون، الأمر القانوني، إلا في حالة واحدة، إن تكون مصر سكتت أو استنكفت، امتنعت عن الاحتجاجات الرسمية. بس حتى ما تتحدث حضرتك عنه يا دكتور عن الأمر الواقعي متغير، يعني إن كانت كانت السودان عملت انتخابات محلية أو بلدية في هذا المثلث في توقيت ما، فقد كانت حلايب وشلاتين ضمن الانتخابات الأخيرة سواء من استفتاء الدستور أو حتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وغيرها، يعني وفي مدارس مصرية، فالواقع أيضا يؤكد مش بس القانون ولكن الواقع يؤكد ان هذه منطقة مصرية. مظبوط وانا قلت لسيادتك قانونا وواقعا المثلث والسيادة مصرية وخط الحدود الدولي خط عرض 22 موجود حتى ميناء يعني لا يعلمه الكثيرون في مصر هو ميناء عذاب الصيد، ميناء صيد صغير. ولكن لابد أيضا أن نؤكد على مسائل، أن كافة الأمور الواقعية لا يمكن أن تجب الشأن القانوني في حالة التنازع، وهذا وفقا لأحكام محكمة العدل الدولية. طب هنا تفضل. يعني الآن يعني هذا الخطاب بالاحتجاج أو بالاعتراض من السودان، هل له أي أثر؟ يعني هل له أي إجراءات أخرى تستطيع السودان أنها تقوم بها؟ لا تستطيع السودان أن تقوم إلا ما قامت به، ولكن نؤكد مرة ثانية أن كافة الإجراءات وزي ما حضرتك تفضلتي الواقع اللي موجود هو واقع صحيح وأساسه قانوني وليس أساسه واقعي، أي أن الإدارة المحلية والسيادة المصرية، وهنا بوجه كل الشكر للمجهودات الضخمة للقيادة العامة للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية التي لم تأل أي جهد لاحتضان قبائلنا وأبنائنا وإخواننا وأشقائنا الموجودين المصريين هناك، ووفق أدلة عديدة. يعني الوقت لا يتسع لأن احنا نقول حضرتك الحكم المحلي وشهادات توثيقات الوفاة والميلاد والأحكام الوطنية اللي موجودة في محاكم قنا ومحاكم أسود، أدلة عديدة. الوقت وقت البرنامج لا يتسع ان احنا نقول الأسانيد، ولكن في مسائل مهمة جدا أهمها السيادة أساسها أمرين، أساس قانوني وممارسة فعلية على الأرض، والسيادة هي أهم وأعلى من ملكية الأقاليم أو حتى الجزر. نعم. في نقطة مسألة مهمة جدا، إن سيادتك الأمين العام للأمم المتحدة هذا العام في شهر يوليو ثم بعد يوليو في عام 2017
قام بتسجيل وإيداع اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية الموقعة إبريل العام الماضي 2016، ثم بعد 3 أشهر هذا العام أيضا قام بإعلانها لكافة الدول والمنظمات الدولية، فضلا عن أن الخريطة المصرية موجودة في الأمم المتحدة. وحين أودعت هذه الخريطة منذ أكثر من قرن من الزمان إبان عصبة الأمم، لم تحتج السودان احتجاجا واحدا حتى بعد استقلال السودان. وهذه مسألة مهمة، السودان استقل عن مصر وبريطانيا في الأول من يناير عام 1956، لم تنبت شفاه الأشقاء في السودان بكلمة واحدة عن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد. هناك فارق ما بين الحدود الإدارية المؤقتة الطارئة العارضة لأجل تسهيل شؤون إنسانية والحدود السياسية وفق الاتفاقيات الدولية التي يعتد بها القانون الدولي. بشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح الحقيقة الدقيق دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام. إذن بالواقع والقانون هذه أراضي مصرية، وكما قال الرئيس السيسي، والحقيقة ده مش رأي الرئيس السيسي بس، لكن المصريين كلهم لا يفرطون في أي شبر من الأرض، لا سينا ولا حلايب وشلاتين ولا أي جزء آخر من الأرض. فده واقع إحنا يعني لا يمكن ان احنا نقبل ده. السودان يتقدم بخطابات المعارضة، احنا نقدم خطابات المعارضة بخطابات معارضة تانية، ولكن الاتفاقية ودعت في الامم المتحدة، خط عرض 22 هي حدودنا. ده اللي احنا كنا حتى بنتعلمه واحنا صغيرين، ايه اللي بيفتح هذه المواضيع دي؟ اسئلة وعلامات استفهام مهمة جدا. قبل ما نخرج فاصل لازم أشكر مجلة دير جاست اللي بتسعدني باستفتائها كل سنة، والحقيقة العام الخامس يعني أشرف بأنه يعني أنال جايزة أفضل مذيعة، والحقيقة أن ده يعني لتوك شو طبعا، والحقيقة أنا يعني دايما ببقى سعيدة خاصة ب يعني الاختيارات القائمة على استفتاءات، يعني رأي الناس. يعني أنا ببقى سعيدة طبعا لما بيكون رأي إدارة التحرير، ولكن كمان لما بيكون رأي الناس واستفتاء الناس وتصويتهم، بحس أنه يعني وسام على صدري أن أنا دايما أكون يعني على قدر المسؤولية أنا وزملائي. بعتذر أنا ما كنتش موجودة عشان يعني دايما ببقى موجودة كل حفلة وكل سنة، بس السنة دي لظروف سفري ما كنتش موجودة، فبعتذر. بشكر جدا القائمين على دير جاست كلهم، وبحييهم وبحيي صديقتي بوسي شلبي اللي دايما بتقدم هذه الحفلة الجميلة، وعدد كبير من الفنانين الحقيقة فازوا بجوائز كثيرة، وعدد أيضا آخر من زملائي وزميلاتي الإعلاميين. نشوف حفلة دير جاست. للعام الخامس على التوالي فازت الإعلامية لميس الحديدي بجائزة مجلة الدير جاست كأفضل مذيعة لعام 2017. مبروك يا لميس يا حبيبتي، وألف مبروك، تستاهلي كل خير. أقول لها مبروك وكانت وش الخير، استضافتني قبل ونوس. طبعا طبعا ألف مبروك التكريم لأنه في محله. من أهم إعلاميات مصر، حضور طاغي، كاريزما عالية جدا. انت فعلا تستاهلي ان انت تاخدي الجايزة دي، وان انا بحبها قد الدنيا بالمستوى الشخصي، وطبعا يعني عشان هي الاستاذة لميس. استاذة لميس الحديدي تتكرم كل سنة. عدد كبير من الفنانين والاعلاميين حضروا حفل توزيع جوائز مجلة دير جاست اللي صوت فيها الجمهور واختار اكتر من 75 شخصية شافوا انهم الافضل لعام 2017 من وجهة نظرهم. انا طبعا فرحان بالتكريم وبالجائزة، بس والله انا مش بس جاي علشان الجائزة،
انا جاي علشان اشكر الناس اللي عملت المهرجان الجميل ده. ده تالت تكريم عن الحربية اخده، بس انا دير جست بالذات بتمثل بتعني لي حاجة لانها جايزة جمهور. بحمد ربنا عليه طبعا، وبقول يا رب الواحد يبقى قد المسؤولية ودايما يعمل اعمال يتكرم عليها. مبسوط قوي يعني ان انا متكرم عن اختيار اجباري وعن طوفان، مسلسلين من اهم الاعمال بالنسبة لي. انا اول مرة احضر دير جست، ما جيتش قبل كده بصراحة، بس مبسوط ان انا اول مرة باجي باخد جايزة افضل ممثل الحمد لله. المئات من الاعمال والشخصيات من مصر والوطن العربي بيتم ترشيحهم كل سنة للدير جست في جايزة بتختلف عن كل الجوائز، لان القرار الاخير والاختيار فيها بيكون بايد الجمهور. سارة شلبي، هنا العاصمة. بشكر كل النجوم اللي يعني حيوني وشكروني، وبحيي كل النجوم اللي كسبوا، واشكر ماجد حسني طبعا على تقديره وعلى حفلة بتبقى دايما جميلة، وانا فعلا زعلانة انا ما كنتش موجودة، بس معلش بقى المرة الجاية ماجد. فاصل ونرجع.